فان رويال هوتيل. تحية طيبة مشاهدين الكرام متابعي قناة سامراء الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توارد الموسم الثاني. نرحب أجمل ترحيب بالفنانة القديرة هناء محمد، حياك الله منورتنا اليوم في قناة سامراء الفضائية. تسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. والقناة منورة بأهل الطيبين، حياك الله استناء. مسرورين جدا بوجودك هناء محمد الدليمي. أي. والنعم. الله يسلمك. نادليم محامدة. ها محامدة. أي. حياكم الله. الله يبارك. اليوم خلينا نبدأ بداية غير تقليدية، مو كأول طفلة بالتلفزيون العراقي. هاي دائما البدايات. اليوم أريد أسأل عن موضوع مهم يخص جغرافيا معينة أو مناطق معينة، مناطق الغربية اللي هي قد تكون الأنبار، صلاح الدين أو دليم، حتى نأخذ ست هناء. ليش بعيدين عن الوسط الفني؟ ليش بعيدين عن الساحة الفنية؟ ليش من النوادر أنه نشوف أبناء هذه المناطق موجودين بالساحة الفنية؟ تساءلت بينك وبين نفسك في اليوم عن سبب هذا الشيء؟ 100% تساءلت، لأن شوف إحنا طبيعتنا العراق أو الدول العربية إجمالاً مجتمع قبلي. قبلي يعني، فعندهم الخوف مو من البنية أن تروح للوسط الفني، الخوف عليها. حلو. من انه هو كل وسط، شوف كل وسط ثقافي او اعلامي او يعني كل وسط بالعراق، كل من يعمل في مجاله تلقى الزين والشين. تمام. فما اعرف ليش هذا، لانه متسلط عليه الاضواء. خلينا حتى عن يعني ما ناخذ انه جنس الشخص، حتى الذكور، حتى الشباب. ما قاعده هو جايتك انه يعني بكل وسط اكو الزين والشين، بس هذا الوسط لانه تحت الاضواء فيخافون على البنت بالدرجة الأولى وعلى الولد. يعني أنا لما دخلت للوسط الفني حتى تزوجت صغيرة حتى يحميني الزوج، يعني تزوجت وأنا طفلة، يعني 14 سنة عمري، عندي ثائر ابني الكبير 14 سنة؟ أي طبعاً، لأنه إحنا شوفي إحنا لازم نرجع للتقليد للسؤال. هو لأنه كان بيتنا قريب من الإذاعة والتلفزيون، فكنت أروح أشارك ببرنامج. كبرت بعد ممنوع تروحين، سووا لي مشاكل مصايب بالبيت وجوي جدودي من الفلوجة وجوي عمامي وخالي الله يرحمه أتذكر قال يعني مرة شافني طالعة من بيتنا، يعني عفواً أكو أشياء ما تنقال تحت الشاشة، يعني ضربني بالشارع الله يرحمها، وسمعني كلام شو اسمه بيبيتي الله يرحمها، راحت على مسؤول كبير بالدولة يعني قريبنا كان، قالت له أنت مسؤول، امسح أعمالها وطردها. قال لها حجية هي كل شيء ما مسوية. قالت لي أدري أنا مربيها هنية الله يرحمها، كان تسميني هنية مو هنا. زين، الخوف علي مو مني، فهذا مجتمع قبلي. لكن ما يصح الا صحيح فيما بعد، وعلى فكره ما قد لي هوايه بالوسط الفني، يمكن بس اني، يمكن هو اعتقد وحده ثانيه يا ربي بس ما انساها، يمكن اسماء نيه شابه حلوه، يمكن اسماء ما متاكده اني. عندك ايضا بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن ميز قمر ايضا من سامر، ما اعرف اني، يعني اني ما عندي اختلاط هوايه، بس العمل هو اللي يجمعني. فيخافون، لكن طبعا النظره تغيرت مرور الزمن، بس بقى المجتمع الانباري مغلق لحد الان. وانا افتخر اقول بس انا يعني دليميه. مرات المره يسالون شو انت، اقول دليميه وعلى الراس. الله يسلمك، والله حياك الله، ونفتخر بيك كفنانه عراقيه، وبالتالي لا والطرفة قاموا هم يتصلون بي. هنا لكو تمثيلية، أخو بيبيت الله يرحمه كان يقول تمثيلية بالإذاعة، اليوم ذاعوها بالراديو، هي والتلفزيون خطية بس مرة كبيرة وعلى نياتها. على طاري الأنبار، أي تحسين نفسك أنه بالأزمة اللي مرت خلال هذه الثلاث أعوام، التهجير والنزوح، كنت على قدر المسؤولية، وفيتي لأهلك وأبناء محافظتك ولو بشيء اللي تستطيعين أن تقدميه كفنانة؟ والله العظيم أنت تحكي تسألني هذا السؤال حضرتك وأنا جسمي كله يقشعر. إحنا شقد ما قدمنا لأهل الأنبار أو للدليم أو لأي مواطن عراقي، يعني من هاي المناطق الستة المنكوبة، ما رح نوفي، نعتبر نقطة في بحر. بعدين المفروض لا تعلم يمناك بيسراك.
يعني هذه قصدك فعاليات قدمت فعاليات نشاطات طبعا طبعا قدمت هوايه قدمت اني اصلا انقطعت عن المسرح ما يقارب من 16 الى 17 سنه لان تعرف عمليه التهجير والطائفيه ورحنا سافرنا والى اخره بس لما رجعت قدمت مطر الصيف قدمت عزف نسائي قدمت نوريه كانت شخصيه وحده وهاي دحكي بالنسبه للمسرح بس بالنسبه للتلفزيون الدراما متوقفه اساسا شو نقدم قول لي شو نقدم جيد عندنا فقره 4 في 4 راح اطرح عليك 16 اربع اسئله كل سؤال تجاوبين عليه باربع ثواني فقط صح او خطا ماشي. منها قد تكون تساؤلات منها قد تكون اتهامات لهناء محمد حتى نعم. ايضا لو تاكديها لو ماشي. تفنديها ماشي. يلا شوش هناء محمد كانت اكبر المستفيدين من مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية ابدا حالي حال اي منتج خطا اي هنالك من يعمل لابعاد هناء محمد عن الشاشه العراقيه يمكن صح شقيقه هناء محمد كان ضمن المعتمرات في برنامج فريق الامل نعم صح خسرت الكثير من اعمال فنيه بسبب الحجاب نعم صح نبديهن واحدة واحدة أنا محمد كانت أكبر المستفيدين من مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية شوف أستاذ أحمد أنا أولا صاحبة أكبر شركة إنتاج بالعراق وأول منتجة عراقية كأمرأة كسيدة يعني أنا أنتجت فترة الحصار الاقتصادي بذاك الزمن كنت أبيع اللي عندي مقتنياتي سواء كان الذهب أو فضة أو أشياء زايدة حتى أنتج حتى أحد من هجرة الفنانين بذاك الزمن ولما كان طريقنا الوحيد هو عمان فقط نروح لعمان للأردن يشتروها بأبخس الأثمان لأنه من حقهم يشتروها أو ما يشتروها مقطوع يغيرون التتار يكتبون إنتاجهم وشركتهم لأن بعت أنا مقطوع هذا كان واحدة مجازفة بالنسبة لها هذا نحكي عن شركة سمير أميس سمير أميس فسمير أميس أول شركة إنتاج أنا قدمت المشروع بغداد عاصمة الثقافة أول شركة إنتاج بالعراق إيه قطع خاص ما مختلط أحكي لك أنا بظروف الحصار يعني بظروف الحصار يعني ربما أكو شركات قبلي أستاذ أحمد الله أعلم يعني أنا حتى لا أظلم الناس الآخرين فلما قدمت البغداد عاصمة الثقافة قدمت حالي حالك حال أي منتج جوي فيما بعد جازوا النص اشتغلت قدمت فيلم اسمه فلات أجيز الفيلم حتى لعلمك صارت عراقيل علي أنه أزف الوقت كتبوا المسؤولين أنه مضى الوقت زين وبعدين قدموا ورايا بشهر ناس آخرين وافقوا عليهم زين ليش أنا أزف الوقت بعدين أنا سويت تظلم يلا قبلوا شوف ومن ما قبلوا أول مرة أنا خسرانة هو يعني دحكي خسارة مادية النص صنعت كتابته 4 مرات لأن هو أجيز النص أساساً يعني أجيز النص الفلات انطيت أنا حقوق المؤلفين وأطبع ويطلع بي أخطاء لازم أصلحين الأخطاء مو أخطاء لغوية أخطاء يعني بالمعالجة الدرامية المهم خسرت ما لا يقل عن تقريباً 90 مليون 90 مليون لأنه أساساً كانت الشركة عندما أنا سافرت سوريا ماكو ضرائب خسرتي بناتج العمل الإجمالي؟ لا قبل ما أنه راح لأنه هو النص من أجيز لجنة الرقابة كقراءة نصوص أجيز النص بس عليه ملاحظات المعالجة الدرامية السيناريو الحوار بعدين أنا من سافرت إلى سوريا يعني بالطائفية الله يعيدها إن شاء الله الطائفية المقيتة ما حاسب ضريبيا الشركة مالتي فعليها مبلغ وقدره أيضا من ضمن 90 رحت صفة الشركة إيش كان المبلغ؟ مبلغ كبير والله 100 مليون؟ لا 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 اشتعوا يعني كله صرفته إجمالي النص والكتاب والطباعة 4 مرات تقريبا طبع النص والضرائب والمؤسس الشركات ومحامي وكلت لنا أنا كنت مسافرة مغادرة العراق كل طلع بال90 مليون فانطلبت الراسي زين شلون نص يجاز من قبل لجنة قراءة النصوص ويرفض من قبل الوزارة هذه مو مشكلة إيش قد استلمتي على الفيلم 700 وكسور مليون اي ها وأنا على أساس أصور في بغداد يعني مو مليار وكسر لا والله خل ميزانية موجودة بوزارة الثقافة يعني إحنا مو كل شيء نحكي بالإعلام بس أنا دا أحكي ودا أفكر ويا حضرتك بصوت عالي ودا أجاوب أجوبة يعلم بها رب العالمين 700 مليون 700 وكسر إيش كم فيلم تقدم لوزارة الثقافة بهذا المشروع ما أعرف تقريبا ما أعرف للأمانة ما أعرف الفيلم وين
الفيلم انعرض بالسينما والمسرح أسوة بالأفلام الباقرية اللي عرضت. ها سافرت مصر، والغريبة بالطريف بالشيء أنه أنا على أساس أصور في بغداد. بذاك الزمن كان بغداد يعني الوضع ملتهب بيها، الله لا يعيد هالأيام ذيك، انفجارات والوضع شوية مريب تعرف إحنا يعني. فرحت أخذت الجروب كل أخذتهم الأربيل. أنا حاسبة بالموازنة اللي قدمتها الوزارة أنه وجبة واحدة تقدم للفنان، يعني أنه يجي إلى وجبة غداء، وجبة غداء فاخرة. صارت علي 3 وجبات. ستنا أنت ما أخذت 700 مليون، شنو وجبة؟ لا شنو بس أحكي لك شو بدقة التفاصيل، بس خليني أكملها. وهذا قصدي، هذه يعني أمام هذا المبلغ إحنا اليوم مو بس هنا محمد، يعني تحياتنا لك وتحياتنا لكل الأساتذة. أنا ما أحكي على الوجبة، بس قصدي إنه اليوم المبالغ اللي صرفت على ما يقارب يقولون 300 مليون دولار بس للأفلام أو هيك شيء. ما أعرف والله. اليوم شنو اللي راح، وشنو اللي قدمناه، وشنو اللي استفادينا من عنده اليوم كعينة ستهناء من ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة. أريد نستطلع شنو اللي قدمت لي بغداد؟ مو أنا دا أقول لك شنو اللي قدمناه للسينما العراقية؟ العراقية مضبوط كلامك. أنا كان فيلمي تراجيديا، يعني مو فيلم كوميدي، فلات فيلم تراجيدي. قصدي مو على وجبة الطعام بس، حضرتك ما خليت أكمل الفكرة، أنه أنا أخذت جروب كامل فنيين كاملين، أخذتهم إلى أربيل، أخذتهم يعني تعاقدت معهم. رحت الأربيل، انفرضوا علي الشركة اللي أخذت منهم الكاميرا أيضا جروب آخر، صاروا عندي جروبين. بمعنى أنت ليش شلبت بوجبة الطعام؟ زي ما أنا أوكي إحنا تعاقدنا ويا جروب بالعراق على أساس كل واحد ببيته يخلص الصيف يرجع بيته، صار الجروب اللي راح الأربيل أجرت 4 فنادق لأنه رحت موسم سياحة، فمثلا 20 هنا 10 هنا، لا ما ضعفت، ماكو واحد خسر. أقول لك ما ربحنا، لا كذب، أنا إنسانة صادقة. ربحنا، الربح اشتريت بشقة بالصالحية مساحتها 40 متر، وبعدها مطلوب للدولة 59 مليون، يعني دفعت مقدمة الله وكيلك، يعني بس 200 مليون تقريبا. شنو 200 مليون ربحت بهذه التجربة؟ لا 200 كان اشتري شقة كبيرة. تستاهلون لا يعني والله. حق الفنان وسافرت العراقي، وسافرت مصر. لكن ست هناء اليوم حتى الأوساط الفنية حتى الشعب يعني يقولون انه بما يخص السينما يقولون ماكو دعم. هذا أكبر دعم، يعني اليوم ميزانيات أفلام بهوليود تصورت مضبوط. قيمتها 20 و50 ألف دولار وحتى 100 ألف دولار. مضبوط كلامك. لكن اليوم أرقام الخيالية اللي 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 بغداد عاصمة الثقافة بما يخص السينما. أنا أحكي أستاذ أحمد باللي يخصني ويخص الفيلم مالتي، بس ما أعرف أني أستغرب طبعاً، وطبعاً العين جتني بالقصة لأنه زين. أنا أول منتجة عراقية، يعني أعوذ بالله من كلمة أني، المفروض أول وحدة أني أخذ فيلم، لأنه عندي منجز، عندي أكثر من 1000 ساعة تلفزيونية أنتجت من منحور مالي قبل لا تضيع الشركة وتنسرق. الشركة ايش اخبارها؟ الشركة انسرقت بالكامل، ويعني من السرقة؟ والله ما ادري، ضد مجهول والله العظيم ما اعرف لحد هاي اللحظة ما اعرف. الأجهزة بمعداتها انسرقت بال 2003. بالأحداث؟ اي هي ومعداتها؟ اي والله. ارشيفها؟ اي والله، بقى جزء بسيط من الارشيف، وبقت الطاولات البلاستيك والكراسي البلاستيك يعني العاوية. مسجلة هي؟ أي مسجلة باسمي، والهوية مالتي بالصدفة أنا جايبتها يعني بطاقتي. حتى عندي صنف، يعني صنف كبير، الصنف الممتاز أنا ماخذه للشركة. فليش مثلا هذا اللغط؟ هسه مثلا أنا وياك نشتري بدلة مثلا، تعتبرني أو آخذ بدلة نسائية وتاخذ بدلة رجالية، ما نفس اللون نفس الموديل، ليش يصير اشتريت بدلة أو حطت فلان عطر؟ ما أنت نفس الشيء. مو أنت لين اليوم الضيفة؟ لا مو حضرتك، مو حضرتك. أفتهمت. لا قصدي يعني اللغط. أي شخص ضمن هذه المجموعة اللي قدمت أفلام، علماً إنه هم اللي أخذوا أعمال جوي بعدي بالإنتاج. منو أخذ بعد؟ هواي أخذوا زملائنا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أستاذ سامي قفطان، أستاذ صلاح كرام، أستاذ فيصل الياسري، أستاذ محمد شكر الجميل، جلال كامل، هذول طبعاً اللي أعرفهم أني. دكتور علي تقريبا؟ حنون يمكن أكثر. لا أكثر من عندي. أكثر من عندي؟ أي ما أني أعوذ بالله من كلمة أني، يعني أني قدمت موازنة هذا الفيلم، وهاي الموازنة وما يقول لك واحد مربح يعني يتجمل، ما أقول يكذب، لأنه لا عدد تعليش مثلا تشتغل غير حتى مثلا يطلع عليك فد شيء سدرة ما قاك. تحدثوا عن أرقام خيالية يعني. أي صحيح. أكو أرقام خيالية صارت مثلا، يعني مثلا 500 مليون
بس الأرباح يعني العمل مكلف 500 مليون و500 مليون مو لا تنسى، مو هو الحكي يصير بس أنت تعال قعد كمنتج واحسبها احسبها حسبة عرب. أنت لما تروح لمصر تدفع 120 ألف دولار أو 100 ألف دولار بس للمونتاج وتصحيح الصوت يعني والألوان، يعني أنت مو أكبر المستفيدين. لا والله تمام هنالك من يعمل لإبعاد هناء محمد عن الشاشة العراقية استناتي بعدين شوفت. هو أساس الدراما العراقية واقفة على فكرة، مو بس أنا أستاذ أحمد، يعني إحنا جيلنا هذا والجيل القبلنا كلهم قاعدين، كلهم أساتذة ورواد وعدهم بصمة ومبدعين. يعني أستاذ سامي قفطان قاعد، الدكتور عواطف نعيم قاعد، الأستاذ عزيز غيوم قاعد، السيدة فاطمة الربيعي قاعدة، يعني عذرا اللي دا نسيت، الدكتورة شذا سالم قاعدة. صح عندهم وظائفهم لكن نحكي إحنا عن الدراما، مو بس هناء محمد قاعدة. تحياتنا لهم جميعاً. طبعاً تحياتي. وظيفة مهندسة؟ لا والله أنا ربت بيت. شهادة ما عندك؟ لا ما يدوب أحل أفك الخط. الله. لا عندي ماجستير دا أحضر الدكتوراه. إيش عجب ما؟ وأنا أعلى من الدكتوراه لأنه بسم الله ما شاء الله عندي 2 بكالوريوس. ما شاء الله. وعندي دبلوم محفل جميلة وعندي ماجستير. ما شاء الله. والآن ماجستير للدكتوراه. ما فكرتي إنه تتعيني؟ مو هو الحديد ذو شجون، أنا ما أرد أكلم بهذا السؤال وأخذ من وقت حضرتك، أنا حتى وظيفتي خسرتها بسبب هذا الفيلم وسد الموضوع أقسم بالله، لأنه ما يصير موظفة تتعاقد، ما هو يعني مظلومة يا ناس، مظلومة بريئة لكن متهومة أقسم بالله، يعني ما يصير أي أنا شو معرفني ورا ما قلت لك خسرت وصرفت وإلى آخره، خليها على الله خليها على الله. يعني تركت الحساب اليوم الحساب. تركت الوظيفة من أجل فيلم، يعني ما شاء الله. لا لاني يعني ضحيت بالوظيفه، لان اكو شغلات استاذ احمد انه انت متورط، صارف وحاكي فنانين ومتفرغ لهذا العمل والحمد لله تكلل بالنجاح. انا من رحت لمصر، ولو راح نطول هذا السؤال بس اعطيك هاي المعلومه اقسم بالله، من رحت لمصر قالوا يا استاذه الوحيد الفيلم اللي ما تعبنا هو فيلم فلات، قلت لهم انا جايه على فيلم فلات هذا، قالوا لي انت صورتي بكاميرا اسمها ريد، هذه أحدث كاميرا، هي كاميرا سينمائية، أنت الوحيدة. ووصل الخبر للأستاذ الفاضل الدكتور نوفل أبو رغيف، كان هو مديرنا العام، قال الوحيد اللي الفيلم ما بي تصحيح ألوان وهذا فيلم اللي أنت صورتي بيا كاميرا، قلت للأستاذ بالرد أجرتها منا من من من, من أربيل يعني. بس فهو الحكي هواي لكن تركنا الحساب اليوم. موفق إن شاء الله، موفق الله يبارك تبع أعمالك ومشاريعك القادمة. شقيقة هناء محمد كانت ضمن المعتمرات في برنامج فريق الأمل. أي أنا من اتصلوا بي قناة الشرقية، كنت داري أروح لابني جنوب أفريقيا، ابني كان مريض، ابني حسام الله يعافيك، ومرض نادر فكوا إذانه، نادر تصير بالمليون تصير حالة واحدة. حياتنا لو إن شاء الله شفاء. طبعا حبيب قلبي حسومي، فدا أروح، فاتصلوا بي قالوا لي ست إحنا رح نوديك للأمرة، هذا عزيمة من رب العالمين، ما أقدر أقول لأي ما أقدر أقول أرفض العفو. قلت لهم هذه عزيمة من رب العالمين، وطبعا خسقطت فيزة جنوب أفريقيا وما رحت جنوب أفريقيا. أي فقلت لهم بس أنا عندي شرط، أنا مريضة وأحتاج معين وياي، أريد وحدة تجوية من أهلي. ما قلت لهم يعني أختي أو شقتي، لأن استحيت رغم هي فقيرة متعففة جدا، يعني أختي الكبيرة الله المستعان، يعني ما يصير إحنا نحكي داخل اللقاء كل الناس فقراء، الله هو الغني، فكان حلم بالنسبة لها، وهم زاروها وشافوا وضعيتها. وما قلت أختي أقسم بالله، استحيت أقول أختي، قلت لهم اعتبروها إلي وياي تساعدني، وعلى شنو أكذب، حالها حال. أنا رحت للعمرة، أكو 2 من المؤتمرات ما أجيب أسمائهم بس هم إذا شافوا اللقاء راح يعرفون أنا المن أقصد، طلعن وأنا أدور عليهم غير أنا مسؤولة عنهم، فلما أجوي عاتبتهم قالوا لي ست هنا إحنا نندلها شبر شبر، إحنا جايين مؤتمرات سابقا. والله العظيم شوف هم يعني حتى يعني من كان المسؤول عن موضوع اختيار الشخص؟ ما أعرف للأمانة ما أعرف، يعني هذا يعتبر خلل، خلل من عندهم، لانه ما قالوا احنا رايحين للعمره، مو ليش اتهم مثلا احمد واتهم قناه صحيح. الشرقيه الموقره اللي ما قصرت ويانا للامانه، فيما بعد الاخ الاستاذ سعد كرمنا. كنت قاسيه مع المعتمرات؟ ابدا لا ليش؟ قصرت وياهم بشيء؟ لا والله علي اقدر عليه. يقولون تركتيهم بالنجف وجيت البغداد و لا وياهم كنت بالاخير الا صارت اتصالات لا والله لهم. لا والله بس احنا صار خلل استاذ احمد، احنا المفروض مو هو اسمه أنا أحكي خاف أبتلي على أمري، إحنا على أساس سافرنا على فلاي بغداد أوكي،
فلاي بغداد ماخذيها توي قناة حادثتنا من مطار بغداد إلى جدة، من جدة إلى مطار بغداد. أوكي، اللي صار إنه إحنا بقينا بجدة من خلصنا الاعتمار، كان يقولون ما تطيرون للبغداد، راح تطيرون للنجف. يا بليش قالوا هي الطيارة هالشكل. صار تغيير. زين، إحنا وصلنا تقريبا 1:30 بالليل، 1:30 بالليل المطار النجف. أنا كنت جدا تعبانة، لأن تعرف كانوا المؤتمرات ينامون، إحنا بوقت القيلولة نطلع بالبوق نصور، لأن ما يرضون نصور، يعني ما يرضون هناك نصور بال 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 بالحرم المكي. يعني رايح هم إعلامية وهم حملة دار، وعلى فكرة مدارية. البرنامج كان ما بيعداد، أنا كنت عد وقدم، يعني ما عندي ورق، وأني وحدي. مثلاً زملائي الفنانة القديرة آسيا كمال والفنان كريم محسن كانوا هم اثنين يعني يتعاونون بيناتهم، أنا كنت وحدي. فهم مثلاً نرجع من الواجبات الدينية، الطقوس الدينية، ينامون يرتاحون، أنا أطلع بالشمس اللي تصقع، أنا والمصورين نصور بالوقت اللي هم يرتاحون به. زين، فكنت كلش تعبانة، وأنا طبعا مو صغيرة، يعني صحتنا على قدنا أستاذ. فلما وصلنا للنجف شفت أنه فلانة جنطتها بعد ما وصلت، قلت لهم الله يخليك ماني كلش تعبانة رح أخذ تاكسي وأرجع لبغداد. صعدت بالتاكسي، قالوا لا لازم تحكين قبال قدام الباص أنه إحنا الآن وصلنا لكذا كذا. نزلت من التاكسي، اعتذرت من عنده وقفت يم الباص، سجلت حواري ورجعت وياهم للباص إلى حد المحطة العالمية اللي هي بالعلاوي. رجعت وياهم بالباص وسلمت عليهم، بوستهم وأيضا صورونا، واستقبلنا الإخوان المراسلين مالت الشرقية. بعدين هم ودوني، يعني ما عندي أحد يستقبلني، تدري ما وصلكم للديوانية بعد؟ هاي بركة، قول ما وصلكم والله وياهم أنا شلون عفتهم هذه، يعني ما أيضا نفندها. خسرت الكثير من الأعمال الفنية بسبب الحجاب. أي أكيد أكيد، يعني البعض يعتبر انه نقيضين ما بين الفن والحجاب. شلون قدرتي انه توافقين بين هذين الشيئين، وشلون قدرتي ان تجمعين بينهم؟ شوف، هو اعظم لك المداني، يعني هو ملابسي انا كلها، حتى كانوا يصورون بعض الزميلات والممثلات انه هاي هناء محمد معوقه، والمعوق هذا اي لا، وحتى المعوق انسان وعلى عينه وعلى راسي، كانت كل ملابس طويلة. فأني بال95 أو بال94 ما أتذكر، كنت أني صايمة، فشفت رؤية، فبعد لبسته طبعا برمضان، وبعد ما أقدر أنسعى، ما أقدر أنسعى للحجاب. تقدر تحشين الرؤية؟ يعني أني حافظتها بس لا نحشيها، هم يقولون إذا تحشيها مصير لا، مضى عليها وقت طويل. والله العظيم جتني السيدة فاطمة الزهراء بالمنى، اي يعني ورؤية طويلة هي، ما عدنا شيء اليوم نسمعها اي انا قاعدة كنت بشقة بالأعظمية، فبالمنام احنا دائما اني من النوع اللي حريصة، حتى الغاز اسد، الضويات الزايدة اسد، حتى لو اكو كهرباء وماكو مشكلة وماكو هذا، من النوع اللي اقول للسحرة ما اتخطيه، خلي غيري يستفيد، اطفي اخلي بصيص نور. وهذا بالمنام انه اشول البيت كله صار انوار، اي فاجت زوجة ابني قالت لي عمه هاي مره قاعده بالصاله والبيت شو انت مو طفيت؟ قلت لها اي والله طفيت، هاي بالمنام دا احكي لك. فرحت قلت لها منو انت؟ قالت لي اني فلانه سلام الله عليها. قلت لها زين تفضلي، ايش من افتح لك الباب؟ قالت طبيت، عرفت. فقلت لها تفضلي، انا طبعا يعني دا احكي بالمنام، يعني هاي رؤيه. قلت لي اني جوعانه، سوي لي عشاء وطلبي اللي تريديه. زين، قلت لها ايه ما يخالف. رجعت اني راحت هي، رجعت اني لغرفتي، شفت مرت ابني ثائر كنتوري مفتوح، وبسم الله الرحمن الرحيم كان تطلع منه يا ربي نوع من الـ الاشياء، ما ادري شنو، مكسرات، ما ادري فاكهه، اقسم بالله العظيم ما قاعد استذكر. طيبات، طيبات من ثمار اهل، من ثمار اهل الجنه. اقولها طلعي بعد، هاي الك انت وثائر، هاي حصه حسام. تقول لي يا عمو ليش؟ اقول لها الكنتور مليان يا معوده، مليان خيرات الله. زين، ها ووصتني قالت لي انت بنيه مستوره، واللي اذيش ترى اذي. حتى كانت امي الله يرحمها عندي، قلت لها شوفي هاي بنيه مظلومه، اللي اذيها ترى اذي، اقسم بالله.
واني باكر اتحاسب يوم القيامه. زين قلت لها مو اني مو صوتي يعني هو الحلم ايضا باطراف تخص الاهل ما احب اذكرها تحت يعني لا بما يخصك فقط يخصني. فقالت لي انت واني راضيه عنك اني مستوره زناني شعري مكشوف بس يعني هو صح الحجاب هو الله سبحانه وتعالى يعني المرأة يقول لك المرأة عورة يا بشنو عورة شو أنا كلها مسورة. طبعا هو هواية مضايقني للأمانة حتى أكون صريحة. أولا بالحر مضايقني زين يعني مرات مثلا أدوار هواية تروح من عندي لأن أنا محجبة بس أنا وصلت كان أكو توجيه مباشر بقضية الحجاب؟ إيه ما تقول لي مسورة بس شعرك يعني شنو أي ف يعني مرات أنا مو أضايق منها أحس أني عندي حد. بعدين أنا وصلت إلى قناعة أقول يا ربي أنت تعرف بنيتي الله يوم القيامة يحاسب الشرك بي أوكي وإنما الأعمال وبالنيات ولا كل امرئ ما نوى. بعدها لبست الحجاب على طول ورحت ثاني يوم السوقت سويت لها أكل سويت عشاء وزعته. قضايا الفن قضايا المسرح قضايا التلفزيون ما تحسين أنه يعيق؟ يعيق وهواية فرص راحت. ما تحسين نفسك متناقضة؟ أنه أنا شلون أمثل وأنا لابسة حجاب؟ يعني أولاً ده أمثل أدوار مرتبة بعدين الفن عندنا هو مرآة يعكس للمجتمع العراقي أو المجتمع العربي عموماً يعني أدواري كلها محترمة. بعدين مرة أشوف واحد لاقاني قال لي ست هنا أنت بنية وخوش بنية مع الأسف أكو عقول يعني أفقها محدود يعني تفكر يعني هو الدين ديننا سلام ومحبة ديننا سمح بس أكو ناس تفند بكيفها. ليش أنا دائما أرجع للقرآن الكريم أستاذ أحمد لأنه هو دستور الحياة الدنيا والآخرة. زين ديننا محبة وسلام ديننا بسيط وسهل وسلس للي يطبقه وللي يفهمه صح. أنت إذا تشتغلين وهذا يتناقض نفس السؤال حضرتك بعدين الله يحاسبك الجبار منتقم. قلت له لا أنا أشتغل للغفور الرحيم ما أشتغل للجبار المنتقم. يعني هو الله يحاسب على القلوب ربك السهواية أكو يصلون وهم يبوقون يصلون حاشا قدرك وهم يزنون يصلون وهم ينافقون وهم يفتنون والله هاي الصفات ذكرها بالقرآن. المشاريع الفنية قد تكون موجودة عندك مشاريع لكن أنت متعمقة بالدين ما شاء الله صلاة والعبادة يعني والتسابيح عندك فد مشروع مثلا؟ مشروع شنو؟ مشروع بما يخص الدين كأنه يكون تعليمي. شوف أنا كنت ما محجبة من بداية منتجة خلي أركز عليها. أول عمل أنتجته اسم السبيل الهدى قلت خلي أبدي بعمل جيني حتى الله يبارك لي بالإنتاج كان وياي المرحوم الأستاذ سامي السراج اشتغلنا أنا وهو كان إخراج الأستاذ صبر الرماحي أبو أولادي. فأول المكان عندي فلوس فجبت يعني هو اشتغل لي العمل يا دوب يعني 30 حلقة معدل نصف ساعة طول الحلقة بديت بأول مشروع ديني انطلاقة حتى الله يبارك لي بالعمل بالإنتاج فيما بعد يعني. فهسه احنا دخلنا ننتج خلي نفتح الإنتاج يلا إن شاء الله. اشتغلت أمثال من القرآن الكريم 30 حلقة اشتغلت المرأة والإسلام 30 حلقة 15 حلقة اشتغلت أنا بالإنتاج. كلش طبيعي أنه توافقين بين الحجاب وبين الأعمال الفنية لكن لو في ظرف خاص أنه تختارين أما الحجاب وأما الفن إيش راح تختارين؟ حيرة والدرب ويج والله ما أدري هي لو نروح الفاصل لو تجاوبيني والله ما أقدر أجاوب نروح الفاصل أروح الفاصل يلا مشاهدين الكرام وقت تحصيل حاصل نذهب إلى فاصل. نورتنا ستنا ومسرورين بوجودك مرة أخرى. اليوم أريد نحكي عن كتاب حياتك. ما شفت زي كتاب شنو عنوانه؟ والله شو تحط عنوان حط الصبر الفرح بي سطرين أي الباقي كل عذاب الباقي كل عذاب. خلوا نروح نشوف مجموعة من الصور مع أغنية حضري لي شياها ماشي وراهن عنوان الكتاب ماشي حضرين عنوان لهذا الكتاب إن شاء
القرآن صديق الصبر، الصبر على كل شيء. شلون متحملة؟ شلون عايشة؟ الحمد لله. يمكن أنا هو أحسن من ملايين غيري والله. قناعة كنز. سنوات الوحدة إيش قد؟ 27 سنة. 27. أيه. بس سنوات الوحدة. أيه. شلون عايشة؟ شلون تروحين؟ منين تجين؟ تسوقين؟ تاكلين؟ أنا أساسا بيتوتية، يعني ما عندي ارتباطات بالوسط الفني. يمكن هو هذا اللي يخلي القاويل انه راحت استفادت سافرت جتي، بس الله شاهد انا قاعده ببيتي، لو اروح ازور اولادي لو قاعده ببيتي، يعني يومي كله اقعد ما اطلع هواي. هواي بيتوتين عادي طبيعي، بس يحتاج يم اهله يم ناسه يعني يم اصدقائه. شو نسوي؟ هاي الحياه وهذا قانون الحياه، يعني وين الانبياء وين الاولياء؟ كنا كل من عليها فان، اللي مات واللي راح واللي هاجر واللي انقتل واللي يعني. ستنا عائلتك وين؟ عائلتي اولادي برا، أولادي براني، عندي ولدين ثائر وحسان. راح نتحدث عنهم، لكن أقصد عائلتك، يعني إخواني أخواتك. إخواني كل من حاير بروحه، ما عندي بس أخين، واحد بين العراق وبين بناته، مسكين هم بناته خارج العراق، وابنه هو أخوي، يعني هو أخ الأخ الكبير إنه، وأخوي غسان هم عنده عائلة وهم خطية يعني ملتهي، وصحته تعرف يعني إنسان يتمرض، وخواتي بيهن هواية مرضى، يعني عندي خوات اثنين أني تقريبا مقرمات، فلازم أني إنه أزورهم، أني أزورهم، هم يقدرون يصعدون درج لأن العمارة اللي أني بيها ما بيها مصعد، فأني أروح أزورهم. ووحدة بين كندا وبين بغداد، أختي الأصغر من عندي أم سيف، تمام. ووحدة خطية تزورني كل شهر كل شهرين مرة، مرات كل 20 يوم بس، فهي ترتبت الحياة بهالشكل. هم مشوار عجيب من بدايته. أنت منطوية على نفسك؟ أبداً أبداً أبداً. شوف أنا زين، ما اختاريت وحدة من هاي الخوات أو من الأخوان إنه يكون تقعدون سوا ببيت؟ يعني أنا ما أقدر أختار، لأن أنا من النوع اللي حساسة جداً، ما أقدر يعني إنه أنا أقول لهم أفرض نفسي على حضرتك وعلى أخ وعلى أخت، بعدين يادوبهم كفيهم. حساسة حتى ويا أخوانك وخواتك؟ يعني هم يادوب مثلا مكفيتهم، وانت دا تحكي يعني دا تقول مثلا قبل شوي مو شي يجر شي، موضوع يجر موضوع. اذا انا مثلا اذا حصلت هذا المبلغ وبين ارفع خواتي اخليهم يقعدون بشقه مثلا اكبر، هاي مو شكوى هذا واقع. وايضا خواتي واني وانت احسن من هواي ناس نازحين قاعدين بالخيم، احنا الحمد لله والشكر رب العالمين يعني قاعدين بشقق صغيره جدا، يعني يادوب مكفيتهم، وين انام؟ انام نصهم يعني. بعدين كل انسان له خصوصيته استاذ احمد، يعني مثلا اني اقرا اكتب، اني على فكره هم اكتب واحط على المكتبه، اكتب واحد من يشتري؟ حد يشتري اصلا نصوص مكومه. اهم عمل قدمتي ست؟ كل اعمالي افتخر واتشرف بها. اقرب عمل لنفسك؟ كلها والله الاعمال اللي بها. اني اشوف اقعد بالله ممكن ثاني، ما احب اشتغل دور يمر مرور الكرام، ما أحب أشتغل دور ما بي شغل ممثلة، العش دا أشتغل أقعد وأسكت، يعني أشتغل دور بي بصمة، دور لازم أثبت بي حضور. وعلى فكرة أنا مو من عائلة فنية، تدري حضرتك حفرت بالصخر، بس أنا ما أقبل بأي لقب تقولي عليه، بس تقولي هناء محمد يعني لقب علمي أو لقب هذا، لأنه هناء أكبر من أي لقب علمي، أو فلانة أكبر من أي، لأن هي صنعت تاريخها بنفسها اللي مثلي. لا عندي لا أبويا فنان ولا أمي فنانة ولا أختي فنانة، أنا سحبت غسان جرأت جروي كان عمري 3 سنوات أشحط بيه بالوسط الفني، ما عندنا إحنا من عائلتنا ما عندنا فنان. مشاريعك القادمة؟ والله يتخرخر المشاريع وبسلي كل بلادي. أقول لك وينكم مشاريع؟ هي اللي الدراما العراقية أصلاً واقفة صار لنا 4 سنين على الطالع. يعني خلاص مستسلمة؟ إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ يعني إيش أسوي هسه أنا لو فرضاً على قولتك حصلت أني استحوذت على كل مشاريع بغداد، ليش استحوذ يعني وغيرت وعندي فلوس إنه أنتج، وين أوديها وين أبيع؟ أكو مجنون ينتج عمل ما يروح يسوق حتى يحصل، حتى مثلاً يستفاد على الأقل يرجع رأس ماله؟ قاعدين إحنا العراقية ما عدها تنتج، أنت تعرف إحنا نخوض حرب يعني زين، فما عدها تنتج لنا. صار لنا 4 سنوات من 2013 اشتغلنا مسلسل بسم الله الرحمن الرحيم اسمه وادي السلام، صورناه بالنجف الأشرف، ولحد يومك هذا 2014 2015 2016 يعني الآن بنهاية 2017 4 سنوات قاعدين لا إذاعة ولا تلفزيون. لكن أنا أشتغل مسرحيات للنخبة للمثقفين، بمعنى مو تقص حضرتك تكتب من شباك التذاكر تدخل، لا مجانا، وعرضها يكون من يومين إلى 3 أيام، علما نتمرن عليه 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر
هذا مسرحيات يعني مميتة مهلكة، لأن أشتغل لو شخصية لو شخصيتين، يعني أني ممثلة وأني ممثلة، لو أشتغلها وحدي طبعا بإدارة مخرج يعني أكيد. إنتاج الفرقة القومية الوطنية للتمثيل. فحتى دائرة السينما والمسرح ترى ما عندها ذاك لهذا حتى تنتج أعمال، يعني حتى إحنا عندنا أجور، عندنا أجور من 2015 على أساس الآن راح يصرفونا إياها، ما مستلمين أجورنا مال مسرحية مونودراما أنا قدمتها. أكو الآن مسرحية انعرضت علي اسمها فلانة من المسرحيات الجادة، يعني راح أتمرن عليها وبس، هم تنعرض يومين أو ثلاثة أيام. موفق إن شاء الله. تسلم. الصور هاي شفناها بس ما تحدثنا عنها. بس عنونا عندنا صور نريد نتحدث عنها. ماشي. يلا. أنا محمد شادات، تكريم المسؤولين الفنانين سعرها 1000 دينار بالمفرد بجملة 600 دينار، أقسم بالله. ليش تقبلين؟ ليش هو أني؟ أني في اليوم رحت شارع المتنبي دا أشتري مصادر، فوقعت عيني صارت على شهادات تقديرية نفسها اللي يقدمونها المسؤولين. أثاري هي مطبوعة يا حظي، وبس يكتبون مثلا والله يكتبون هنا محمد أو دكتورة عواطف نعيم أو أستاذ عزيز خيون أو أستاذة فاطمة الربيعي أو يعني أي فنان. صار عندي فضول مشروع. قلت له تعال خاله علاوي اسمع علي، هو قال لي ها ستي، قلت له هاي بيش الوحدة؟ قال لي ستي إذا بجملة أعطيك إياها الوحدة ب600 دينار، وإذا تأخذين وحدة ب1000 دينار وروح أمي وأبوي. صار عندي إحباط طبعا. زين أنا من هسه الآن مثلا أنا جيت لهاي القناة الموقرة وجيت عندي لقاء وأنتوا اتفقتوا وياي إنه عنديش تكريم وقدام كاميرات الدنيا، ومو بس أنا مجموعة كبيرة من فنانين وكلهم قبلوا 99% قبلوا، وأنا أشيل الشهادة وأشمرها على المسؤول. يعني إنسان وين حياء وين كذا، ذيك المكتبة الله وكلك تغط وتبلع بشهادات التقدير. أنت ما تمانع إذا تجيك دعوة تكريم من مسؤول سياسي؟ طبعا ما ليش مانع، يعني ما هو التفت للمبدعين، التفت للفنانين اللي عندهم بصمة. إذن هذه يعني تكريمها معنوي. أي يعني مو مادي. مو هو شنو معنوي؟ شنو معنوي؟ يعني معنوي تقديري. تقديري تقديرك ب600 دينار أو ب1000 دينار، لعد هذا شلون تقدير؟ ليش المسؤول اللي قبلك كان يكرم؟ لعد ليش تروحين؟ ما قاعد أقول لك ما ندري. قالوا عندكم تكريم. حلو. فمن نروح إحنا مجموعة، فعلى فكرة مو هذا مو بس رأيي، رأي كل الفنانين والمبدعين في كل مجالات الحياة. الأفضل إنه تسألون يابا شنو نوع التكريم. ما نقدر نسأل، يقولنا لا دي تعالوا أنتوا نسأل. هم نسأل. نسأل. يلا نروح صورة أخرى. الله يرحمه أستاذ رياض أحمد. رياض أحمد. وآخر عمل اشتغل إنتاج الشمس في كفي. وغنى المواويل المحمداوية الرائعة. هو طبعا الفكرة أنا أعتبره، إحنا هواية عندنا أصوات رائعة جدا، بس أنا هذا الفنان الله يرحمه فتشي يعني أهم الأصوات قد يكون. إيه طبعا قامة كبيرة ترى، والكبير رب العالمين. اشتغلت وياه مسلسل؟ هو اشتغل وياي يعني. أها هو اشتغل وياك. إنتاج شركة سمير أميس. احكينا شوي عن رياض. رياض أحمد فنان رائع جدا، مو كمطرب، حتى كممثل أنا ما شفت مطرب عراقي مثله. ممثل رائع جدا، ممثل أفضل من كاظم بالمسافر؟ لا طبعا كاظم قيصر، القيصر أستاذ كاظم. كغناء أحكي كتمثيل. كتمثيل لا، هو أستاذ كاظم يقول أنا ما أعرف أمثل. لا حرام أستاذ كاظم على عين والرأس. بس لا كتمثيل أستاذ كاظم. بس هذا الله يرحمه رياض أحمد شكله معبر، يؤدي يعني والله العظيم أنا حقا بتحسب لألف حساب قدامه. أي طبعا وأنت جيت له أيضا أغاني، بس الأغاني إحنا ما عندنا حقوق بالعراق. فرحت فد مرة المحل لقيت أغاني المواويل كلها عند هذا أبو المحل التسجيلات. لا أزا هاي مالتي. أي والله راحت. الرحمة والخلود للأستاذ رياض أحمد، ولهذا من توفى احنا سوينا صورنا للفاتحه مالته باجهزتنا بشركتنا، وسوينا للاربعينيه يسموها نسيتها يا ربي ايش يسموها هي الاربعينيه. لا تأبين. سوينا على التأبين. سوينا له تحياتنا لعائلته الكريمه والرحمه الخلود لرياض. نعم. احمد ونروح الصوره اخرى. هذه السيدة منى واصف، اشتغلنا مع بعض في مسلسل اسمه أيوب. لا مو أيوب، اسمه يا ربي نسيت اسمه يا ربي، بسوريا إنتاج قناة البغدادية اللي هو
اكو شبه كبير هي ويعني مو هنا بشبابها منى واصف بشبابها شبه كبير بينها وبين هناء محمد. احد قال لي هذا الشيء لا والله بس هي انسانه لطيفه اي اول مره بس احلى مني. اكو شبه كبير بين منى واصف وبين هناء محمد. شنو تعني لك هاي الصوره وشنو يعني لك العمل مع منى واصف؟ والله يعني لي الكثير لانه هي اولا انسانه قبل ما تكون فنانه انسانه بسيطه وخلوقه ورائعه واوجه لها تحيه حبيبتي. ذاك اليوم شفتها بمسلسل لبناني تعبانه الله يعينهم ان شاء الله يرجعون بلدهم بالسلامه وفنانه كبيره يحسب لها حساب ويا ربي نسيت العنوان المسلسل كان مهم كان ويانا مجموعه راح نعرضه بال اي 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 اي, 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 اي. واطلع اني حماته اخذ زوجها بالمسلسل بس انا يقولوا لي تشبهين بسم الله الرحمن الرحيم. مره اجى الكاتب محمود دياب الله يرحمه اشتغلت لباب الفتوح كاتب المصري المعروف واشتغلت للغرباء لا يشربون القهوه كان معي الاستاذ سامي قفطان والغرباء كانت معي الدكتور عواطف نعيم. قال لي قدمتها فردوس عبد الحميد باب الفتوح بس بابا انت افضل من فردوس والله العظيم. تلمن فردوس عبد كنت صغيره اني قال لي فنانه طبعا هي فنانه رائعه فردوس وقسم يقولوا تشبهين قريبه من اداء عبد العبله كامل اي بالكوميديا. انا احب الكوميديا بس ما ادري ليش ما عندنا اعمال كوميديا. يلا تحياتنا للكل منى واصف والمسلسل اسمها السيدة. السيدة على فكرة وأنا حاطة الرنة بتليفوني تمام وجدتنا من الأمسيارة السيدة. أي سيدة. السيدة نروح صورة أخرى. هذه الصورة هذه من الطرائف. كنت رايحة المتنبدة أشتري كتب يعني الكتب الدراسية للدكتورة فرحت وصلت الحافظ القاضي الطريق مقطوع دقيت مشي المهم وصلت للشارع المتنبي اشتريت صرت ثقيلة كياس وقرطاسية اشتريت دا أعبر من جسر الشهداء قالوا عيني ترى الطريق مقطوع ما أعرفه أنا مخمرة شوف كان شتاء هيك مسوية قايلة وما أدري شنو قلت عسى شلون أعبر هاي الكياسة بداية فشفت عربانة خشب نقل بضائع قلت تعال ابني الله يرضى عليك قال لي ما أروح لا الله يخليك ما عرفني إن أنا شوي حاطة هذه قلت له شو تريد أطيق قال لي 5000 قلت له بطن عيني بس أعبر جسر الشهداء صعدت وحطيت هاي الشيء على وجهي غطيت بعدين طارت لي الكاريزما ما اعرف شنو لا الكاريزما خاله المهم عبرت جسر الشهداء واني والله العظيم استاذ احمد مغطيه وجهي طارت قلت خلني اصور نفسي سيلفي ودزها لثائر والحسام خلنا نضحك شويه حطيت اغراضي بالعربانه نزلت يم دار التقاعد اكو السماكه هناك اختك اخفت لك سمشتين بالعافيه الله يعافيك ورجعت الشغل علاقتك قويه ويا السمك جدا ضعيفه جدا انا ما اتريق الصبح بس لو حطيت لي سمك راح اتريق نروح صوره اخرى هاي من الذاكره من الذاكره هاي بسم الله الرحمن الرحيم هاي بغداد كنا نقدم برنامج اظن حنان تمام وبسم الله الرحمن الرحيم الله يرحمه صلاح عبد الغفور الله يرحمه ونسيت اسمه يا ربي عبد الحكيم زعلان وجمال محمد امين مثل وياي فيلم بيت في ذلك الزقاق وكابتن ليث حسين وهذا الرجال المعقل ما عرفته انا هم نسيته يا ربي يعذرني اذا عايش تحياتنا له بس شوف الشباب يا ربي قانون الحياه يعني منهم أحياء ومنهم فارقوا الحياة ما أدري والله ما أدري يعني عيب علي ما أعرف أنا يعني ما أعرف يعني ترى هي الدنيا تغيرت والناس تغيروا ترى عندها نجوى كرم أغنية أنا ما أحب هاي الأغاني الجديدة مع احترام الشمس الغنية اللبنانية يقول تقول ما حدا لحدا صدق ما حدا لأحد هذا الزمن غير كل من ملتهي بروحه زين هذا الزمن إذا طلبنا من عندك مشهد تقدمين لنا مشهد الآن تقدر يعني ولو بدقائق معدودة ما حاضر الدقائق أقول ثواني ما أدري ست لو قايل لي قبل اللقاء كان حضرت لك والله ما يحتاج يعني أنت فنانة قديرة وأكيد هذا الموضوع أدري شو العلاقة فنانة قديرة شنو الفنان يعني إنسان تعبرين عن الوضع ما حدا لحدا أنت اليوم أخذتين لأجواء ما حدا لحدا يا حبيبي هي تقول ما حدا لحدا أنا أحب أسمع الأغاني هذا الجو اليوم هذا الناس اللي أكو فجوة ما بين حتى صلة الأرحام ما بين الأصدقاء ما بين الأخوان تعبرين عنها بمشهد ولو بثواني لا هو أكو هو مو كل الأشياء تنقال لأن أكو شغل وفعل يسبق الكلام
يعني يقولون لك، يقول لك السينما صورة، حتى المسرح صورة، حتى المسرح في أحيان كثيرة الصورة هي اللي تعبر. أكو مشهد عندي من ضمن مشاهد كبيرة وكثيرة بمسرحية عزف نساء اللي أخرجها الفنان المبدع سنان العزاوي ابن أستاذي الفاضل محسن العزاوي، تحياتي لهم. استخدم أنا يمكن شفت حضرتك صورة بها لابسة سبحة، سبحة ثقيلة هذه دمرتني، يعني صار عندي ذابوح برقبتي ولابستها حتى بالتمارين. أي والله، فتتطشر السبحة قطعها زين، أقول أتمنى أعيش فوق جبل وحدي حتى ما أشوف أحد ولا أحد يشوفني، بس وين أروح منهم وهم بكل مكان موجودين تلعب ويا شو اسمه السبح ويا الخرز، ويا الخرز خرز هذا، وثقال كل واحدة ماشي لها رجال زلمة زين، وأطشرهن وين أروح منهم منهم، يعني تقصد رجال ونساء العناصر السلبية في مجتمعاتنا اللي انملت، مو فقط مجتمعنا العراقي، ترى الدنيا تغيرت مو بس عندنا زين. ايضا بمسرحيه بسم الله الرحمن الرحيم، مسرحيه مطر صيف اللي هي كانت رجعتي بعد 16 و17 عام بعيده عن المسرح، تنتظر حبيبها اللي هو زوجها 20 30 سنه هي مفارقته، من يرجع يقولها بس انا رجعت، تقول جمله مشهوده استاذ كاظم نصار هو المخرج يموت على هاي الجمله، يقول لي تاديها بطريقه، يقول لي تبكيني، يقول لي هو زوجي يقول لي بس انا رجعت، اقول له ايش رجعت، يقول لي بس انا حيه، اقول له ومتنا الله من اجل ان تحيا الله، يعني صار بينا بهذه 30 سنه الله. احنا متنا حتى انت تكون حي، بعدين يجيني انسان مستنسخ، مو هو ثلاثه يجوني مستنسخين ياهم منهم زوجي ما ادري، بعد اقول لهم روحوا كلكم كذابين، كلكم منافقين، كلكم مستنسقين، أنا اللي أريد تجي على إطار حديد تلبس الغترة والعقال والعباية وتحميه من تجي هجمة، شون الطائر الجريح، مو هي قلت لك الصورة مشتركة مع الحوار. أنا هسه لهذا مسرح ولو قايل لي أقوم ألعب لك فلك كل شبداء لا أنا أتعلم إلى أنا أموت، أشتغل بروح حاوية نروح الصورة أخرى، هذه نورية، مسرحية نورية. نورية؟ أي شو تعني لي شاء المسرحية؟ مسرحية مهمة مسرحية جدا مهمة، وهي آخر عمل اشتغلته بالمسرح القومي العراقي، مون دراما شخصية وحدة، أنا ساعة تقريبا وشي على المسرح، اشتغل بيها 6 أو 7 شخصيات، هي شخصيات نورية من كانت طفلة أم نورية، من صارت عجوز، من صارت المتسولة، من إجاها المغتصب يريد يغتصبها، من إجاها كرمك الله والسامعين والحاضرين والمشاهدين، من إجاها الكلاب بدأت تريد تنهش بلحم الكلاب، طبعا هو إسقاط سياسي بتوري العمل تعرف حضرتك تو لو ما شفته يعني، فعمل كان كلش مهم. سقطت على المسرح هذا العمل؟ يعني شنو سقطت؟ يعني وقعتي؟ أيوة عثرتي وقعتي؟ عثرتي وقعت بس بلحظتها أخت رجال، أنا قمت رأسا كملت. شنو كان السبب؟ السبب كان إظلام على المسرح، لأن الإضاءة كانت خاصة سينوغرافيا، فبهاي اللحظة صار دم عجيب غير مقصود من قبل أبو السينوغرافيا، لأن هو بجد ابني إنسان رائع جدا اسمه عصام، ولد مبدع، ما قاصدها، صار إظلام، فأنا باللحظة لازم أبدل أصير مرت مسؤول، أمثل شخصيتين، شخصية نورية من كانت شابة وزوجة مسؤول، فالكاركتر مال زوجة المسؤول كاركتر صعب، أقعد أني أتوسل بيها بعدين أقوم يتاتا يتاتا يتاتا، هاي ماكو عدا يدادة يدادة تضخم الأشياء، فصار ضرمة، فأكو درج بعلو هذا الميز ما شفته، فدا أنزل للأوركسترا على أساس أنه أمثل هذا المشهد، وهذا وقعت، طبعاً أنا أقع أم تسميني المعوقة أي والله، أم تقول لهم يا جارة هي واقفة تقول لهم يمي أشو أندار لقيها متقوم، لمن تحمل الخطأ؟ ما حمل أحد، قدر قضاء وقدر، لا ما حمل لأحد. منحت لقب بهذا الدور؟ منحت لقب بهذا الدور؟ أخفت، هو 3 مسرحيات من رجعت أنا المسرح القومي، رجعنا من سوريا، مطر الصيف أخذت عليها جائزة دولية، مهرجان طقوس تذكرته هسه بعمان صار أحسن ممثلة دولية، ومطر صيف عن دوري، وأخذت عن بسم الله الرحمن الرحيم عزف نسائي إخراج سنان،
أحسن ممثلة عراقية عن دوري. نورية. نورية أحسن ممثلة عراقية. أحسن ممثلة عراقية. إيه. من إخراج دكتورة. دكتورة ليلى محمد. ليلى محمد. دعمتك منه تحصلين على أفضل. لا هي ما لها علاقة ولا أنا على علاقة، كنت أنا بالإمارات بالواقع الحال. مخرجة العمل. إيه بس ما لها علاقة، شو لها علاقة؟ أكو لجنة ومهرجان، مهرجان عيون اللي هو ياخذ اللجنة. حلو حلو. هنتك؟ لا. زين. فرحت لك؟ ما أدري. ما أعرف. ما أعرف، الله أعلم. الله أعلم. بس مهنتني واستغربت ليش إنه أنا أخذت الجائزة. استغربت؟ إيه. وعملها مسرحيتها هي. إيه والله. أنا يعني أكون لها محبة واحترام وزميلة تبقى زميلة، بس أنا أحشي صدق لو أكذب. النجاة في الصدق، مهنتني ابدا واليومك هذا مهنتني. شلون عرفت انه استغربت؟ لان مهنتني والعمل عملها، يعني هي كاتبه النص تاليف واخراج. اني وعصام، عصام هو بالسينوغرافيا ايضا اخذ جائزه السينوغرافيا. اي عصام قال ليش عجب اني هنتني، قلت له والله ما ادري ما اعرف. اذا توفرت فرصه عمل جديدة مع دكتورة ليلى محمد راح تعملين؟ ليش لا؟ أنا من النوع المتسامحة، لأن تركت الحساب اليوم الحساب. أها. أوجه لها التحية؟ أكيد أوجه لها تحية، تحية لها ولكل الناس اللي اشتغلوا، والدنيا الدنيا بسيطة ترى والحياة قصيرة. على إيش واحد ما تقول لي على إيش، كلهم على عيني وعلى رأسي. يلا تحياتنا للدكتورة ليلى محمد ونروح الصورة أخرى. أيه. الصورة الأخيرة. يا بعد عمري. هسه لو اقول ثار عيني اليمنى وعيني اليسرى ويسمعني حساب يقول لي ليش عينك اليسرى؟ الكبير ثائر. ثائر اي. شوف اولادي جمالهم جمال ما شاء الله. الله يحفظك اياهم ان شاء الله. الله يبارك فيك. شو وقت فارقوك؟ هم طول عمرهم فارقيني من غير الشر طبعا، من غير الشر، بس انا اسافر لهم اروح لهم يعني اشوفهم. انا اتحمل. اريد اشوف شعور الام اليوم، مو الفنانه هنا محمد، شعور الام لما ابنائها يعيشون بعيدين عنها. اي والله قلبي محروق يا استاذ احمد، وكل صلاه مرات يقول لي ثائر ماما احتاج، اقول له والله ما توقع من حلقي، لا انت ولا حسام والله ما توقعون من حلقي. انه الناس مثلا يقول لك هاي ليله الجمعه راح ادعي لك، او صلاه الجمعه راح ادعي لك. انا بكل صلاه، كل صلاه، مو خمس فرائض باليوم، كل صلاه ادعي لاولادي واني والامه محمد، واخر شيء ادعي الروح، يقول لي ما غير بس استر العافيه. شنو شغلهم؟ ثائر مصور، كاميرا ثابتة وكاميرا محمولة. حلو. ومونتير ومخرج كان. حسام يقول لي ماما أنتوا عندكم الدي جي بالعراق طقطقة، بس أنا عندي علم، علم عندي ألحان وشغل ومونتاج وهندسة صوت. بالضبط هندسة. حلو. صوت. حلو. إيه إيه إيه. وين يعيش ثائر وين يعيش حسام؟ ثائر الآن في أمريكا وحسام بجنوب أفريقيا بكيب تاون. جنوب أفريقيا؟ إيه. شو ودها جنوب افريقيا؟ شو اسوي غير حظي؟ شو اسوي؟ قلت له مش ماله، رحت الاخر شغل اقامه؟ اي هناك يعني مستقر، استقرار. اي اي يعني ناوي يكمل حياته هناك؟ شنو هو يكمل حياته طبعا. اها. اي اي ومتزوج من هناك. من جنوب افريقيا؟ اي اي اي. من دولة جنوب افريقيا؟ اي اي اي. اه حلو. اي وثائر عنده اطفال؟ لا ما عنده، يقول لي ماما انا وين اودي الطفل؟ خلي 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 يعني احنا نعيش يعني. الله يحفظهم. الله يسلم. ان شاء الله. بس ثائر عنده عبد الله وعنده نور. الله يحفظهم ويحفظ ابنائهم ان شاء الله. يسلمك يا قلبي. حبينا انه اليوم يكونون ايضا موجودين ويانا بالحلقه حتى نوجه لهم تحيه. بس اقول لك حسام دائما يقول لي، قلت لك على عيني اليمنى واليسرى، يقول لي ها عينك اليسرى مش شايفين بيها زين، اعطيتيني عين الضعيفه. قلت له ماما لا مو هو كبير، هو اجى قبلك. ليش مو اني اليمنى وهو اليسرى؟ ممكن ان تنجمعون في يوم من الايام؟ اني علي وعسى، علي وعسى يعني. هم يتمنون يقولوا لي والله ماما تعيش. تنجمعون مو كزياره، كمعيشه. ماني ما اقدر اعيش برا، البرا شوف البرا للشباب مو لاعمارنا. يعني اعوذ بالله من كلمه، اني درست وتعبت واسست وسويت اسمي حتى اروح اكل وانام. بعدين أولادي الآن محتاجين إلي، أروح أنام أنا عالي على قلبهم. أنا مو أناني، أفكر أفكر بالآخرين قبل ما أفكر بروحي. والله يا أستاذ أحمد أقولهم بعدين عود من أستقر، إذا الله خلاني طيبة عود أعيش يمكم، بس أجي أزوركم وأرجع. ولا هم بعد يستطيعون العيش في بغداد؟ إيش مدريني هم سدخل يستقرون حتى يجون الـ 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 هم على فكرة مو من هذا الزمن، طلعوا طلعوا من ذاك الزمن، طلعوا هم صغار بالعمر، طلعوا ويا ابوهم يعني ويا استاذ صبر الرماحي طلعوا. يعني مو طلعوا مثلا الان ظروف العراق تخربطت او صارت غير مستقره الاوضاع، لا لا هم طالعين من ذاك الزمن. وجه لهم التحيه. ب 96 طلعوا،
خلينا نعطيك التاريخ. اي طبعا بوساتي لكم يا بعد عمري وتقرين عينك ان شاء الله بشوفتهم ان شاء الله. ان شاء الله هسه يعني دقائق قليله متبقيه راح نحكي عن دخولك للتلفزيون كاول طفله. اوكي ماشي التلفزيون العراقي كان هذا يا عام ها يا عام كان بسم الله الرحمن الرحيم 64 65. 64 65 اي انا طفله ترى كنت كانوا يشيلوني الله يرحمه استاذ فاروق فياض وخالد النعماني والسيده الرائعه اللي انا اموت عليها مي شوقي كانوا يحطوني على كرسي حتى اصير بمستواهم من امثل باذاعه مؤسسه انا كنت عضو مؤسسه بصوت الجماهير كنت طفله بقسم برامج الاطفال وانا بديت ويا عمو زكي اي ومنها انطلقت لي مسيرتي. اي 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 موفقه تسلم ومسرور جدا اليوم بوجودك ويانا. الله يبارك زادنا السرور بقناه سامراء. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا. وكلمه اخيره انا اشكركم واني اللي انتم معزاز علي. انت تعرف اني كنت رايحه بغداد ورديت يعني رجعت يعني استعب ناس ويانا والله. لا بالعكس تعبكم راحه يا عيني واني ما ادري انه موجوده هذا مكانكم صراحه كان اساسا بعيدا عن لقاء اجي ازوركم. ان الشرف بالتاكيد. تسلم. واني اجيت حتى يعني اسوي فحوصات هنا باربيل جيت الاولى ما عندك الا العافيه. اي والله شفت علبه العلاج وهذا يعني ان شاء الله ان شاء بدل حياتي تقول لي هاي الادويه تاخذيها وما ابيك الا العافيه. الله يسلمك. شكرا جزيلا بعد قلبي. وانتم مشاهدين الكرام لكم كل الحب والتقدير والامتنان على حسن المتابعه الاصغاء حتى نلتقي في حلقه قادمه كونوا في امان الله. فان رويال هوتيل.